بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الإنس والجن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى جيك أو تاريخ تميس الديد بلتم إلا ما لمكم إلا باتن إن شاء الله ندرس أو هرينا تحنها ننكها أي لكن دتن مرنو شرقة هي إن شاء الله ما يجيلا إني أنا سيدة ماستر ما يقال ذاني كتابك الإيجاز في علم التوارث عشركي شيء أفراد ما يعشرك كساب سنيا الحقوق المتعلقة بالتركة حقوق ذا لحرير تركة ذا مركة كواد ما يمركن تعريف يعني ما يلقره تركة ما يت كدي بمركن ما ينقلانه حقوق ذي أو تركة ذا ما يبواها لحرير سداسي تنكواد تركة ما يلقره ما يتركه المتوفى من مال أو حق أو اختصاص قف كن رمضي ولا أسوك تبي أو ما يلقره مال أما حق أما اختصاص يا ما يلقره ذي تركة قف كن رمضي ولا أسوك تبي أو نقدر كرسديد كوشو مال ما يبواها والولب أو ثمن لقابلي كر أو بيع كأنصحه أو قف كن ملكي كر يا مال markan qofka hadii uu sidhamada oo maal ku taba maalkaas may buu leeyay tarika in maalka midalan may buu aha may nagado kore xoolo nool oo qofku isku tabi may nagado kore hanta oo maguurte oo qofku isku tabi dhul ii beere ii waxyaabo saas oo kale ama hanta guurte oo sida may leeyay gawaari ii waxyaabo noocaas oo kale in may hantadu kumad aha qofka diid markii la dilo qofka diid may buu aha isaga ku waajibaas dilshay salaaha may kumad eta maalka kumad eta markii may ilaahdi su'aal lu ku sheen oo ah qofkan wal usmilki yalo ku dhaxlay qofka markii oo la dilo markii uu dhamada ku bacdaya may buu aha diidi waajibaas markii uu dhamada ku bacd maadaam diidi waajibaas qofkan hadii uu dhamada wal milki korna seelin ku dhaxlay qofka diid مركز ما يراينا علماء ما يلقدري آخر لحظة من حياته إني ما يبواها ولا أنقف كملكي شيء هجلين مركزكو بعد أسساس لكو كرحلي سيد الشيخ أحمد ابن رسلان كتاب شيء زبد كوسكاري ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل دي ذا مركز يانا مالك يكو مدت مالك ساس لكو هذا تاريك هذا ما يكلكو مدها حق حقوق حق مركن ميلين لجيدة مثلا حق الخيار أوكلي حق الشفعة أوكلي حق القذف أوكلي تصالة هان قف كن رمضي خيار مثلا قف أول شل قذذين قف كي ولاي شل قذذين مي كهليينا خيار إني مي بواه مدد تصالة هان سيد مال مود قذاجو ولا أن قف كاس أسحفيري هدي مي بواه ولاي سيد أسفضاي لنا قذان باعي ميلا سهر أنكو سيد درير oo walaa usaas milkiyay kanagada hoomay buu aha lanaga toon in usaas ku naga kora khiyaar noocaas oo kale ee midalan may buu aha lamaadi qof oo baa'ici ee mushtariqi ee yaas la galeen marka qofkii markan may la raay dhamaday ba midalan hadii qofkii usaas ee dhamada booski shay may galeey qofkii waarith jay haye dhaxal lahay qofkaas markan xaqi ku dhaxale xaqi oo haay xaqul khiyaarki hadhow marka may xaq in leeyahay إني باعي ما يبواه أسسي سعودسي أم إني ما يلقراي خيارك إنتي مدوديسن دمان أسئرة واكاي ما يبواه باع سيتكو باي حق الله شرد حلاواي مركا حقوق يكو مذيو حيابها لشرد حلاو طالعان حق الشفعة شفعة ذا ما يبواه مثلا قفكوا ما يسل الله هايتينا قروغو أو أنقيب سمعنا قروغو أسل الله هايتين قروغي يا مركا قفكي ما يبواه كيل الله هاي قيب تيتيسا اسكو قادة دمعي قروغي نواها القروغي أسل الله هاي مثلا مركا هذا ما يحق أن لتا qof ka qiibtan usu ku gadi ini ada qiimihi usu lagu sii markii aad ha ogaato xaqu shufca wala eraamay xaq in lata in aad irti qiimihi ka waku xaq oo tamalluq qahri ay gurugan ku ba in aad irti ya xaq in lata markan ada oo midalan qofki usu osaas haay oo xaqaasayti lahay waana insuubina holiya dhamadi midalan markan qofki waarith jee haya booski surume usii may buu shuf cadis suubiye ama hadii kale isku dhaafay markan xaq shufca oo kale kumade xaq qadaf ya kumade midalan qof ya may buu aha may caay qofkan may ka ganay ama ka tuuray zina inuu sa zinaysadi
مرقاتي ولنا من هاي قفكاس ما يبواها حد القذف إني لك أوفي وين أوكي قفكي مركم وسوا حد كي قذف كي أوفي سنة يا ما يبواها رمضي حق أسولية هاي هدو مركم قفكي وارث شي هاي يكون رح عليه حقاس ما يحق إن ليا لأنك قاذف كهاي أو حمانتن كشاقي قفكم وسوا دحال شي لهاي إني وسوا عفيون لي إني ما يبوا حقي أو تصالحان أو شيء هدي هاي هكو دحال إني كأوفيون لي مركم حقوق داسنا ويشال دحالين ولا مركم طريقة إما ينقض كورانا مال أما حق سيدون هاتي مثالين اختصاصنا ننقض كورا اختصاص ما يلي ري والأو قفكوس إن ملكي كورنا أو حانت أهان لنين لها هذا كورنا لكن دادك كال أدوكوك حقنا من بدن تبكوك أولي سنت ما يلي ري اختصاص مثلا إيك أو كالاكو مذي إيك ما يبواه والأد ملكي ياسو هدو أدقض كورتا ما إيه لكن ما يلي ري دادك كال أدوكوك حقنا من بدن خمرض أو كالاكو مذي أو هذا إسلته خمرضاً خلكين نجتوي. أنت إياه خمرضة أنت مركو النجاسة إيوه بيعنا ما كان زحوا مركا وحيابها سأكل. يا مركن ما يلقيون اختصاصات اختصاصات كي يون ويشل رحله. ما يمركن ما يلك أجاني مولي تركات. التركة ما يتركه المتوفى من مال أو حق أو اختصاص. تركة مجعيالة لت مجعيال شيء مثلاً ما يكون مدها التركة وإيره الموروث وإيره. إرث وإيرة تراث وإيرة ميراث وإيرة انتبه ما يلقى رأيه تاريك واي المركي مركة تاريكة ما يلوكو كجودبنا ما يجرت حقوق أوها كتعلقها ستاريكة الحقوق المتعلقة بالتاريكة يلقى حقوق ذا أو تاريكة ها كتعلقها شمواي حقوق ذا شمواي شانتيو مركة ما يشلقينا الحق المتعلق بعين التاريكة مؤن التجهيز الديون المرسلة الوصية بالثلث يو الإرث شنطن وحقوق أو هنتد ما يبواها كتعلق أسوأ شنطن مركن حقكوات والحق المتعلق بعين التركة أما الحقوق المتعلقة بعين التركة حقوق ذا الحريرت قفكن هنتد أسوكوتا بعينتية عينتية كتعلق أسوأ حقوق ذا ما ينس كجرته حق الله اي حق الادمي بنقد كرت مثلا حق الله ايادو زكده او كلام قفكن غنعسي الله هاي تصال اها غنعسي شيء سنده هم وريغي اني زكه اسكو بيو هايت ايادو زكادي اسونكو بين يا دمدي قفكن marka hantidi ganacsigaas usuka kajari markii la fiiri aynti may ka waajibey haq oo la yiraahdo al haq al mutaalliq bi ayn al tarikh wa haq an ku horey way marka ولا أنك هري أو حق أو لك لها هذا وهم تداس ما ينقداس مركز زكداس أو حق الله جاي ينقداس والحق المتعلق بعين التركة وسوء حق الآدم إن تصالج ما يبواه مثلا رهنت أو كله تصالعها قف ما يها كوجدتي باورها كوجدتي ياها كودينستي مركم باور كاس مركز قفها كودينستي ما يأذين رهنها إنك دقدي صبر لوجو أو جور أذ الله هاي تصالعها sabar loogadaas oo rahanta meela in yaala iyadoo sidii eta deynti likii lahayn aadan dhiibniya dhamati qofkii markan walaas adha ku qaadati may buwaha may xaq in leeyaa oo hantida taa oo sabar loogadaasay tii dhulkaasay tii in may la iraay markuu koowaad lagada caynti may buwaha lagu bi in xaqi oo qofkaas lahay oo rahantahay marka lama tusaal oo may qaadanay xaqullaahi xaqul aadami الحقوق المتعلقة بعين التركة الحقوق المتعلقة بعين التركة إذا أنبذنت تصالياش هسيت لما ذا إياها قادني إن ده كبر شيء بيد لما بيدت أو والبذنكم ذا الحقوق المتعلقة بعين التركة يوك جمعي ينجرت يقدم في الميراث نذر ومسكن زكاة ومرهون مبيع لمفلس وجان قراض ثم قرض كتابة ورد بعيب فاحفظ العلم ترأسي يعني وأفراد وما إلى رأي حقوق الحقوق المتعلقة بعين التركة يتصال على أنت لأنك مركن تكست يتصال جف فاين تي فضوك تبغى تدري يا ما يبغى خصي في ريكور الحق المتعلق بعين التركة أفراد وسكوكو بني نفترشوا سجل هريا مثلا ما ينكره زكاة أوكلة ما يكي هيجي ما إلى رأي حق الجناية ما يكي هيجي مثلا رهنتي أوكلة ساس أوكل يا إنشل هري انقراضك وحياة ساس أوكل. إن تنلمات ما يبواها مؤن التجهيز حق اللمات أوقفك مركيوسة طريقة كتر هنتو كتر هنتو داسيت حق اللمات أقول لك الله هذا هو مؤن التجهيز وعي
وانو تجهيز ميلو كويدي ديارينتا قفكن دمدي آسكي شيء ماي بواها قرشاتك كبحلها يا ميل ريمو انو تجهيز ما يحتاج إليه الميت من نحو كفن بحسب العرف من غير إسراف ولا تقتير قفكن دمدي وحيابه أو أنباه هذا سيسلين دوه هدي دغو شيء لعك بحلها هايتي كفننتيس لعك دي كبحلها هايتي هدو مركي لقاده baabuurti ee may buu aha gawaarida la isticmaalo lahay qarashadkii ka baha lahayn qabriga naftirshay may buu aha hadii la gadaa qarashkii u saada lahay waxyaabaha samay la iray mu anu tajhiis markan qofka marka koobad xaqiiqan koray ma irnay alhaqul mutaalliq bi'ayni tarik xaqiiq lamaad oo tarikada la kala hada waa may buu aha mu anu tajhiis way qofkan in may la iray lu ku diyaari qarashkii isu ku tabay in may buu aha lu ku tajhiis iyo lu ku diyaari mu anu tajhiis ka qof hadii uu dhamaada marka koobad inta qarashadka oo diyaarintiis ii aasitaanshi inta lugu biye qof hadii uu dhamaad may lugu biye marka koobad qofka maal sheeye lugu biye hantidi uu ku tabay tarikadiis ee lugu biye hadii may buu aha qofkaas tarika aan lahayna may lambar 2 aha qofkii nafaqadiis biil shee ka waajibay yalla faday qofkaas in duugdiis may buu aha soo bi hadii qofkaas u siina wal aan haysana maykii hige baytul maal muslimiinta may buu dawladda yalla fada in markaas iyo in qunta qofkaas sidii ka aslaayd hadii dawladdi nidaam ii wal markaas injerna ama mayli may buu suurgal ahayn aghniyaul muslimiin dadka muslimiinta haansho oo lacag dhaaysadan yaa waajibka ita fardhu kifaya way hadii qiib kumada ansuruman haan kala dambiga ku dhiyey laakiin qof kumada hadii la toosoo leera un wal ma hayno qofkan dhamaad may buu kafantiis ii duugistiisa koofadaana leera فرض واجبك نقداسة لأن هديك الاتكالك ويقف بقفك لي أنيس ديبي مركا ساسوق فهدي بسو دمد كو ميلو كو تجهيزيه هورتا هنتدي بسكو طبي تاريك ديس هدي تاريك ان لهاينا دادك نفق ديس واجبك هاي تي تجهيز يو لكو فده اني دياريان لكو فده هدي ما يبوا دادك اسوالان هاي سنة بيت مال المسلمين دولد لكو فده هدي دولد دي سيستم كي انيس كتوسن هاينا may lu ku faday dadka muslimiinta oo hantida haysada iyo waajibka nagaas waajib oo kifaaye hadii dad insuulman dad kale dambay ku dhiye markan una leena qofka hadii uu dhamaado marka koowaad may baa lu ku diyaariyay may buwan hantidi isu ku tabay markii una leena meel may laha ku reebay ee zawja qofka midalan zawjadiis haasay oo nafaqadiisna isu ka waajibaasi haasay oo nafaqadiisu isu ka waajibaasi naashizan ka haynaa naashizan hayna may buu aha hatta hadii iyo dhaqaale badan haysto lacag leeta hadii iyo dhamaato diyaarintii may lu ku faday hartigishay lu ku faday wadaadkishay lu ku faday inuu soo diyaariyo usii may buu aha waajibka eeta en marka zawjadaasay tii may lamad aha oo haasi haan lan xisaabiyay yeena diyaarintiis lu ku diyaarintii usu lu ku faday en hadii midalan rajciye eeta wadaaditiis oo rajciyada hayti oo salaahan hal ama lama usu ka furi intii rajciid iyo in ku banaa cidada ka jarta iyo may la raay naagdi sadad su'aal aan u soo ka furi oo dalaqaadkii in dhamaay laakiin uurle hadii haanas dhamaadan haasiilay lamid ayin may buu aha diyaarintii oo si waajib ka eeta hadii fadaan iyo dhaqaale haysadeen marka qofka hadii uu dhamaado may lu ku diyaariyay hantidi isku tabay may la ku reebay mas'aladaas en marka lamaad oo una leena hadii may buu aha qofkii uu hantu ku tabna may ba lu ku diyaarintiis lu ku faday qofkii nafaqadiis ka waajibaasi markii una leena iyana may laha ku reebay qof oo midalan may jaro kore nafaqadiiskii waajibaas laakiin tajhiis jee inaad diyaarid waajibkiin ka hayn markii mas'aladaas may leel roog may leen shal qaaday dadka afar qof may buu aha nafaqadiisna waajibkii eeta hadii uu dhamaadoona tajhiisintiis diyaarintiis ii aasitaan shay waajibkii ay qof may leey raay nafaqadiis leey waajibkii eeta laakiin tajhiis jee waajibkiin ka hayn qof oo tajhiis shay leey waajibkii ay laakiin nafaqadiis waajibkiin ka hayn ee qof tajhiiskiis ee nafaqadiis bu waajibkiin ka hayn afarta suuriya ka jirta tan koowaad qof oo nafaqadiisna waajibkii tajhiisintiis in aad diyaarido aasitaan shay ee aad soo bidoon waajibkii may buu aha midalan unugi aad dhalli tusaale ahaan unugi aad dhalli en hadii may buu aha unugaas walba aan haysan faqiir ay waan unug yar ay ama faqiru laakiin may buu aha qof waara no markaas masqantu lu ku jaru ama faqiru laakiin may aya qof oo may la raay en boos oo in shagaysado korna midala qofka markan saas oo kale nafaqadiis may la raay adikii waajibaas
هدو ما يبواها إن آس تنشي هدي العلو شو دم ذون أذي واجب كيت تصالحها مثلا ما يكلوا لما ذا زوجي دي من هالشيء يعني زوجي ذا أنا فقط يأي واجب كي هاي تهدي لما تون آس تنشي أي واجب كي نقدر إن ما يجري مركب قف أو ما يبواها نفقدس أذي واجب كيت لكن آس تنشي واجب كين كهين ما يكون مدها مثلا مركي أذا إن قف كدرت مثلا أو كا يا ما يقدرت أي حاس زوجية أنصوبي زوجة اسماء إن قدرت أي إعفاف ولا يرى وإني كدرت مثلا وأن إعفافك واجب وهي في مذهب الشافعي كما في المنهاج ويلزم الولد إعفاف الأبي والأجداد على المشهور يعني قف كما يلازم كأها أو شيء أما أبوجي دنا أو شيء هذا أما دنا هذا ما يبواه كوي أو مركز لقالنا أن هاي سنة معسر أي ما يبواها هذه سرير أن لها هنا ما يواجب كأها أريكي أما أريتي إني ما يبواها أوكس أنجوريان أما أوغس ما يبوا إني يو أنجوريان واجبك أنت مركز زوجة راس أو أوك هذا أنجوري دي نفقد هي واجبك أنت لعل هذه يدمت لكن واجب ما كي أما إلى رأيوس عسى تانش أي تجهيزك تجهيزك ما يكون إني قف كإني للدياري ولا عسى أنت عسى تاسد سؤالنا قف أو نفقد هي كي واجب بس لكن تجهيزك شيء كي إنك واجب أنواع قف ما يجرى كي واجب بس ما يبواه تجهيز انتيس لكن نفقد يسكين كواجبان مثلا انوغ اذا دلي او فقير كه لكن او لنوين او شغي سدكر لنوالان ما اه عيال يرم اه لنبوس اما اه شغي سدكر ان اذا بيل او نفقد يس ما يبواه اذا كرقاسار تواجب مكي اه لكن لعل هدي قف كياس اساس هاي اريكي كدمد والنان هاي سنة ان اذا تجهيز دو استا اذا ما يبواه واجب كي نقداس قف تجهيز انتيس إن فقديس بواجب كين كاينين هاد داتك أو انتان هاكو هيري واي انتان لانك هاكو هيري ما يبواها أو دات ميل اسكو خلقي إلهي أو ما يبواها جديتا اسكو دارينا تجهيز انتيو إن فقدي واجب هذا كسارا ما مسألة ذا مركن صورو ينكا سيتيا لكو بيه ان قف مركن مركي قف كلا تجهيزيو ما يرني ما يلوكو تجهيزيي مركو كوات هانتدي اسكو تابي هاديوس هانتان لهاين ما يلوكو تجهيزيي قف كي نفقديس واجبك هاي تي تجهيز انتيس نو واجبك اتا ان مركا مثلا مركي قف كما يبواها لكو تجهيز يو هانتدي اسكو طبي الى اي انت ما يلا رأي اسو قابك اللي انت تجهيزي كور ما يجرته ان قف كا هانتدي اسو اللي او اسكو طبي هادي اتا هانتا او ان كفلن ما يبواها دادكي حقوق دو اسك لهاي كفلن هادي اتا او مركز والبدن هيرايان ودات كبير دحال كيب ما يبوه ولا هن هيرايان سوال اهان مركز ما يلق راي قاب كلهم كو تجهيزيو يعني سو كفائي اه يانا قدا سو مركز يتكفلن ان اللي كو تجهيزي لكن مثلا هدي هانتيد مركز اسو كتابي اي دينت لك لهاي مثلا دينت لك لهاي بدنت ولا يواجب كهاي لاني لها كقابسد يانا قدا سو مركز يتي ان مثلا هاتو سوال هان كفانتا هدي ونهان قادنا قفك مركي لك كفن ياو ما يبواها قفكن دمدي حق الله يجرى اني ما يبوه عورتي عورتي لا استر وحق الله واي قفكن عورتي سني لا استر واجب واي حق الله حق الادم يجرى ما يبواها اني جرشي دن لا استر لك كفني ما يجرى مركن ولا يرو حق الغرماء دتك دينت كلهاي لكن دمدي او هانتدي تيس لو كديار يحاي هانتدي مركاس اسكو تبي اي دتك دينت كلهاي ولا يو كلهاي ماي بدنا دتك دينت كلهاي دقالي يو كلهاي بدن dadkaas may xaq in leeyina in halka fan ku badan qofkan may buu ah may ka aasaw in aran yahay xaq in leey tan saddexaad may buu ah in xaqul waratha dadka dhalaw may xaq in leeyin iyo may xaq in leeyina in iyo aran sidda ka fan ku badan may buu ah qofkan may buu ah may ka kafaniyo taasi in xaqul waratha way qofka hadii lu ku aasahay baytu maalil muslimiin halka fan ku badan yeen may buu ah may ka aasakor laakiin hadii dadka aqniyaal muslimiin aasaayaan sidii iyo fadaayaan aan aasakora een may meel markan ku kubanay tajhiiz inta wala la raw mu anu tajhiiz qodob kalmaad may buu ah adduunul mursala qofka xaq saddexaad oo ka waajib ah hantidu isku tabi may buu ah waa deynti la kala hayo markan deyntaas yeen ma in iska jirtay xaqullah iyo xaqul aadami xaqullah midan xajka oo kal xaqullah way xaqul aadami tusaale ahaan may buu ah qof deynkii la hayo oo caadi lacagkii la hayay markaasii soo lacagdii leey adiga dhamaatay hantidiita may ka tacaluqsana xaqi qofkaas uu iskii lahayd adduunul mursalah yeleere yeena marka may kumad eta xaq may kumad eta al xuquuqul mutaalliq bi tarika wa xaq saddexaad way hadii markan qofka bini aadamka dimadiiska kulumaan lama xaq xaqullah iyo xaqul aadami saylin shal hormarisi man fiir yaane
إني ما يبواها تاريكدي يسكتابي لماذا بإسكالة فلنتا هدي لماذا بإسكالة فلنتا فالأمر واضح كل فضال الهرمريسية هدي تاريكدي لماذا بإني إسكفلنا عين قفكنا لما حق لك لي حق الله إي حق الآدمي واي ما يلم فيري أي قفكاس ما قف نولا مسور تقف أو دمدي واي هدي قفكاسي تي أي قف أو دمدي ما يلهرمريسية حق الله يلهرمريسية حق الآدمي قد المريه هدي مركز قفكي أن دمني أو قف نول إي iyana may la fiiriyay dadka quramada oo hoodeynta kala hay ka dhiginina buma ka dhigin hadii iyo on ka dhiginayna iyo on haysana markaas xaqullaahi yaa hormarisay hadii iyo ka dhiginina marka may la hormarisay xaqul aadami ee tan ka dambayto marka may buwaaha tan afraad afwan wasiyow qofka markii uu dhamada hadii dardaaran uu soo bii dardaarankii sheeya tarikadii ku bixiyay dardaarankan may buwaaha ee inay uu dardaaran horta thuluf ii wal ku yar walaa us dardaarama hantidi saddex meelood markii leen dhiga meelo ii wal ku yar inii haato koob laba may kala fiiriyay ajnabi inii us dardaarama ajnabi may buwaa qof oo markaas ay tii hantida dhalka walan kala hayn yaa ajnabi lu ku weeyay markii fi baabil irti la rooga ajnabi may buwaa ee qof oo waarith an hayn yaa ajnabi oo hantidan dhalka walan kala hayn marka hadii qof kan thuluth wal ku badan us dardaarama thuluth ii wal ku badan dardaartii inii la fuulay may kiirinta dadkii dhalkaas lahaa inay ogolaadaan kiirinta saas oo kale hadii qof oo ajnabi in hayne dadkii dhalka lahaay kumad ah waarith eliin dardaarama nabuu maray la wasiyada li waarithin hadii liin dardaarama lan waarith ana yeena may ogolaanshadii kiirinta dadkii kale oo dhalka lahaay hadii in ogolaadaan markaas qaadada kor hadii kale ma qaadado walaan mayna la fiiriyay markii qof ka dhamaado ku bacdilay ogolaanshadii la fiiriyay intii uu noolay ogolaanshadii iyo biyeen may buu ah may fiiriyo marka intan afraad oo xaq ah oo ka tacluuq karo hantida qofka dhamaad isku tabi waa al wasiya tan gudun booytan may buu al irthu dhal waay hantida markii xuquuqdan una sheegni laha kubi dhal ya markaas may buu lan iska kooye xuquuqdan marka xikmad oo leen shal hormarisiye jar markar ya insha Allah sheegan en at tarikatu tarikadi iyo wa ma yataallaqu biha tarikadu waxyaabaha ka tacluuq min xuquuqin oo xaqiyaha at tarikatu tarikada هي تركة ما يبواها ما يتركه ولا اسكتبه المتوفى قف كل أفسدي من مال هنته جي حالك أهذي ماغس أو حق أم حق حال أهذي أو اختصاص أم ولا لخاص هذا وحال أهذي ويتعلق بها تركة ما يها كتعلق حقوق حقياله حقوق ذا سو خمسة شنه حقوق ذا سو مرتبة لترتيبي أو لشتذي حتى إن شاله رين يلي إن شاله مريسي هذه تركة عريري كجروا واجب وإني لترتيبي هذه الطريقة واسعة تانا إن إلى ترتيبي صننا قداس الأول الحق الأول والحق المتعلق بعين الطريقة حقك تعلق وطريقة عينتي وذلك كالزكاة والرهن وغيرهما زكاة إيرهنت إيغير شوكرا الثاني حق الله مدنو أن التجهيز الديارنت قرشات شوى وهي مؤن التجهيز ما يحتاج إليه الميت ولا أسنباهني ويقف كرمذي من نحو كفن كفن إيوالا مذه حال هذه ماغاس بحسب العرف aadada qadar shee iyadu xaal u soo ahaadi shaygaas yaani iyadu lan fiiriyo may buuha qadarka oo markaasi caadada dhaqanka min gairi israfin had gudub laan wala taqtiirin ee ciriirin laan athalithu haqa sidahad al adduyunu deynyaala waay duyuntaasoo al mutacalliqatu ka tacluqdi bidhimati dadka may buuha dhimadiyo wadaalika kalxaji xajki iyo duyun alcibaadi adoomada deynti oo kale waay الرابع حق أفراد الوصية بالثلث ثلث أولا دردارم واي فأقل إيوال كوير لأجنبي قف أجنبي اللي دردارم وهي وصية ما يبواه شرعا من جهة الشرع تبرع بحق حق إني لك تبرع حقا سو مضاف لينتيري لما بعد الموت جيري وحيابه كدنبوي الخامس كنشنات الإرث حلقي واي مركن ميلا ما إن شاء الله تعالى عشركي ونقيك قاذنيا هكي قبقباي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته